الناس اللي بتيجي الجيم قلت لي انا عايز انزل الكرش، عايز العب بطن كتير، لازم يفهم نقطه ان تخسيس الكرش بيعتمد في المقام الاول على الدايت، بعد كده بتيجي التمارين. معاكم كابتن محمود، النهارده هوريكم مجموعه من التمارين اللي بيها تقدر انك تشد عضلات البطن مش تخس عضلات البطن. لان بيجي لي ناس كتير الجيم وتقول لي يا كابتن انا عايز اخس، انا عايز انزل عضلات البطن، انا عايز انزل منطقه البطن، عايز اشد منطقه البطن. ده كله بيعتمد على الدايت. لما تبدا نظام غذائي بكده تبدا الدهون تنزل فتبدا عضلات البطن تظهر. انما اذا كنت معتمد ان عضلات البطن هتظهر عن طريق التمارين فانت ممكن تقعد يوم بحاله تتمرن وفي نفس الوقت مش تظهر عضلات البطن، بس هتقدر تشدها. يعني التمارين اللي انا هوريها لك دلوقتي بتشد عضلات البطن، تشد الكرش شويه، انما مش هتنزل الدهون اللي على البطن، لان الدهون دي بتنزل عن طريق الدايت والاكل الكويس، انك تبعد عن الدهون، تبعد عن اكل فيه سكريات، اكل فيه زيوت، تقلل من سعراتك الحراريه، بكده تبدا الدهون تنزل، بكده تبدا تحرق دهون. انما طول ما انت بتاكل وفي نفس الوقت ما بتتمرنش فالمنطقه دي هتفضل مليانه بالدهون. هوريك دلوقتي اول تمرين وهو البلانك. بيكون عباره عن او الفولو لو انت على الانستجرام، والسلام عليكم.